شركة دانات فاليا لها هيكلة خمس جروبز، طبعا شيء من المجوهرات، شيء للحلويات، شيء للأزياء. طبعا حنا أنا أملك وكالتين حصريتين، واحدة وكالة ألمانية في الميديا جلاس اللي هي تعتبر التأثيرات الصور تأثيرات على الأبراج. دخلنا رجعك شوية لعالم البزنس وعالم المال، يعني الدعاية والعلاقات العامة والاستثمارات والعقارات، كيف هذه العقارات؟ والله أنا من خلال هذا المنطلق، أنا عندي وكالتين حصريتين. الوكالة الأولى هي ألمانية ميديا جلاس اللي هي التأثير البصري من خلال واجهات المباني والأبراج العالية، والثري دي اللي هي أجهزة تطلع بدون نظارة تلبسين مثلا شركات مثلا الموبايل الاتصالات مختلف الشركات المختلفة يستخدمون هذا الادفرتايزمنت اللي هو الإعلان من خلال الثري دي هذه. طلع مثلا شخص ثلاثي الأبعاد ولكن بدون ما تلبس النظارة أو ما تحتاج النظارة. هذه وكالة ألمانية حصرية وبعد واجهات المباني. You know my business is by the media glass and media advertising construction.